بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، حديثنا اليوم عن استراتيجية القراءة تطبيق. نعرف أهم استراتيجية القراءة، طبعا هي قد ذكرت في أغلب الوحدات السابقة. طبعا هي استراتيجية القراءة قراءة متعمقة، يشاركني في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ عبد السلام المغني. نحن في وحدة البيئة الصحية، أهداف الدرس هو اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال البيئة الصحية واستخدام استراتيجية القراءة المتعمقة. للتذكير، ما هي استراتيجية القراءة المتعمقة؟ استذكر ذلك واكتبها، تذكر استراتيجية القراءة المتعمقة التي مررنا عليها في الوحدات السابقة. استراتيجية قراءة، القراءة المتعمقة، الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة. طبعا استراتيجية القراءة قراءة متعمقة، وهذا هو رابط الدرس الرقمي. لاحظ معي هنا، أكمل مخطط هيكل السمكة الآتية. طبعا لاحظ هنا خطوات القراءة المتعمقة هي خمس خطوات، هذه هي الخمس. تريد منك الآن أن تكتبها، أحضر كتابك وبإمكانك أيضا الكتابة. خطوات القراءة المتعمقة، لاحظ هنا قراءة مطالع الفقرات، تحديد الفكرة الرئيسية. ما هي هذه الخطوة؟ كذلك هنا تحويل الفكرة الرئيسية إلى سؤال، ثم بعد ذلك وضع خط تحت الجملة التي تحمل الفكرة الرئيسية. أيضا ما هي هذه الخطوة؟ كذلك الخطوة التي تكون فيها البحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة، ثم أيضا كتابة السؤال على الهامش، وأيضا تعديل الأسئلة بناء على القراءة. أيضا ما هي هذه الخطوة؟ بعد ذلك هنا العودة للكتاب للتأكد من صحة الإجابة وتمامها، ما هي هذه الخطوة؟ ثم إغلاق الكتاب والإجابة من الذاكرة عن الأسئلة، أيضا تدوين الإجابة تحت السؤال، أيضا ما هي هذه الخطوة؟ لاحظ هنا خمس خطوات، خطوات قراءة متعمقة. في النهاية هنا في رأس الهيكل أو هيكل السمكة هنا ملخص، مكتوب ملخص، لأنها في النهاية بعد أن تنتهي كما عرفت من خطوات القراءة المتعمقة، هنا يكون تلخيص عن طريق سؤال ثم جواب. بداية قراءة مطالع الفقرات لتحديد الفكرة الرئيسية، ما هي هذه الخطوة في خطوات القراءة المتعمقة؟ هي خمس خطوات، بالتأكيد أنك تعرف الإجابة وبالتأكيد أنك قد دونت هذه الخطوات. هنا في هيكل السمكة، أول خطوة أستطلع، هي أستطلع، أستطلع بمعنى أن قراءة مطالع الفقرات تحديد الفكرة الرئيسية. أنا أقرأ المطالع ثم أحدد الفكرة الرئيسية. طيب، تحويل الفكرة الرئيسية إلى سؤال، وضع خط تحت الجملة التي تحمل الفكرة الرئيسية، أو مثلا الجملة المفتاحية كذلك تدخل فيها. ما هي هذه الخطوة؟ جميل، اسأل. إذن أستطلع ثم أسأل، أستطلع ثم أسأل، الذي هي أو استطلع واسأل. طيب، بعد ذلك بعد السؤال أو بعد أن تضع طبعا الفكرة الرئيسة، ثم تضع سؤالا للفكرة الرئيسة، بعد ذلك ما الخطوة التي تأتي في خطوات القراءة؟ هنا نلاحظ البحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة. كيف تبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة؟ كذلك كتابة السؤال، طبعا هنا كتابة السؤال الهامش، تعديل الأسئلة، هنا هذا الهدف. هنا طبعا كتابة السؤال الهامش يدخل في فقرة اسأل، هنا تعديل أيضا الأسئلة. هنا أنت متى تقرأ تعدل الأسئلة بناء على القراءة، قد يكون السؤال لا يعبر عن الفكرة الرئيسة فأنت تعدل. كيف يكون هنا مرحلة؟ جميل، مرحلة اقرأ أو أقرأ، أقول أقرأ، إذن هنا أستطلع ثم أسأل ثم أقرأ. طيب، المرحلة الرابعة، ما التي بعدها؟ المرحلة الرابعة هنا لاحظ إغلاق الكتاب والإجابة من الذاكرة عن الأسئلة، كذلك هنا تدوين إجابة تحت السؤال. بعد السؤال والقراءة أنت تأتي بالإجابة تكتبها، قبل ذلك تجيب عنها من ذاكرتك. هي أجيب، سنت، إذن أجيب. المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة من خطوات القراءة المتعمقة، لاحظ هنا هي العودة للكتاب للتأكد من صحة الإجابة وتمامها، تتأكد فقط من أنك أجبت عنها إجابة تامة. ما هي مرحلة؟ جميل، أنها هو أو هي أراجع. إذن هي خمس خطوات، الخطوة الأولى أستطلع ثم أسأل ثم أقرأ
طبعا أنا أضع سؤال لفكرة ثم أقرأ بحث عن إجابة وجيب بعد ذلك هنا من ذاكرتي ثم أراجع أتأكد هل هي الإجابة صحيحة أم ليست بصحيحة. إذن هي خمس خطوات: أستطلع، أسأل، أقرأ، أجيب، أراجع. هي خطوات القراءة المتعمقة، خطوات القراءة المتعمقة، وهي من أهم الطرق التي تعينك على الاستذكار ومعرفة أهم الفقرات ومعرفة الفكرة الرئيسة في أي موضوع من الموضوعات. اثنان، ألف، أعلل معنى أذكر السبب، معنى أذكر السبب، أعلل ما يلي. واحد، وضع خط تحت الجملة المفتاحية. لماذا؟ في بداية المرحلة القراءة المتعمقة تضع خط أنت تحت الجملة المفتاحية. لماذا؟ أيضا اثنان، هنا كتابة سؤال على الهامش عند تحويل الفكرة الرئيسة إلى سؤال. هنا لماذا أيضا كتابة سؤال على الهامش عند تحويل الفكرة الرئيسة إلى سؤال؟ لماذا نكتبه على الهامش عند تحويل الفكرة الرئيسة إلى سؤال؟ أحسنت، معنى أنه ستأتي إلى ذلك. نعود إلى واحد حتى تفكر فيها هنا أكثر. واحد، وضع خط تحت الجملة المفتاحية. لماذا نضع خط تحت الجملة المفتاحية؟ ما السبب؟ جميل، أحسنت، لأن الجملة المفتاحية تعبر عن الفكرة الرئيسة للفقرة. هذه الجملة المفتاحية هي التي تؤدي إلى الفكرة الرئيسة وهي تعبر عنها. إذن هنا وضع خط تحت الجملة المفتاحية هي التي تقود إلى الفكرة الرئيسة وهي تعبر عن الفكرة الرئيسة. طيب، عند كتابة السؤال على الهامش إنه بعد ذلك تقول استطلع ثم اسأل، ثم هنا هذه المرحلة أو هذه الخطوة التي هي كتابة السؤال، هنا يكتب السؤال على الهامش. لماذا؟ عند تحويل الفكرة الرئيسة إلى سؤال، لماذا أكتبه على الهامش؟ ثم بعد ذلك أدون طبعا. لماذا؟ أتأكد أنك عرفت لأنه انظر للمرحلة التي بعد اسأل وهي ماذا؟ اقرأ. أحسنت، أثناء القراءة أنت تعدل السؤال. جميل، إذن هنا يكتب على الهامش حتى تكتب السؤال الصحيح مرة أخرى بدون هامش. إذن هنا التفكير مضمون الفكرة وصل سؤال آخر، معنى أنه تأتي بسؤال، قد تأتي بسؤال آخر مع التعديل أثناء القراءة. إذن أنا أكتب السؤال على الهامش لأنه قد يتغير هذا السؤال، أو أيضا أفكر أكثر في مضمون الفكرة أثناء القراءة. فأنت وأنت تقرأ تبحث عن إجابة للسؤال الذي وضعته، وقد تعدل وأنت تقرأ السؤال، لذلك هنا يكتب السؤال على الهامش. باء، لاحظ معي هنا، أختار الإجابة الصحيحة مما يلي بوضع علامة صح أمامها. هنا نضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة. واحد، للتأكد من صحة الإجابة عن الأسئلة وتمامها، معنى أن هذه الأسئلة الإجابة صحيحة وتامة، ما المرحلة أو ما هي الخطوة؟ هل هي تلخيص الموضوع بأسلوب سؤال وجواب، أم مراجعة الموضوع الذي هو النص بين قوسين، أم كتابة الفكرة الرئيسة؟ اثنان، أيضا للبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة. أنا عندما أبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة أو تعديل أسئلة المطروحة، إذا لاحظ، للبحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة أو تعديل الأسئلة المطروحة، ما هي هذه الخطوة؟ هي استطلاع فقرات الموضوع أو فقرات الموضوع الذي هو النص بين قوسين، أو إغلاق الكتاب والإجابة من الذاكرة، أو قراءة الموضوع الذي هو النص بتركيز وانتباه. ما هي هذه الخطوة؟ نعود إلى رقم واحد، هنا للتأكد من صحة الإجابة عن الأسئلة وتمامها. ماذا أجبت؟ للتأكد من صحة الإجابة عن الأسئلة وتمامها. ما هي الخطوة؟ هل هي تلخيص الموضوع بأسلوب سؤال وجواب، أم هي مراجعة الموضوع بين قوسين النص، أم هي كتابة الفكرة الرئيسة؟ جميل، إذن هي مراجعة الموضوع الذي هو النص، التأكد من صحة الإجابة عن الأسئلة وتمامها. ونراجع هنا، تنظر إلى الموضوع وتراجع حتى تتأكد هل الإجابة صحيحة أم ليست بصحيحة. طيب، عند البحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة أو تعديل الأسئلة المطروحة، أنا أبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة أو أعدل هذه الأسئلة. طبعا هل هي استطلاع فقرات الموضوع والنص، إغلاق الكتاب والإجابة من الذاكرة، أو قراءة الموضوع بين قوسين النص بتركيز وانتباه؟ ما هي هذه الخطوة؟ جميل، هي قراءة الموضوع والتعديل. البحث عن أجوبة أنت تقرأ، بعد أسأل أقرأ، وأنا أقرأ أبحث عن أجوبة لقراءة النص، وهذه هي الخطوة بتركيز وانتباه، أو تعديل الأسئلة. إذن هنا أبحث عن إجابة ثم بعد ذلك أيضا أعدل السؤال
إن كان يحتاج، طبعا هذا سؤال إلى تعديل. ثلاثة، لاحظ هنا، أقرأ الفقرة الآتية ثم أسجل تعليقاتي في الفراغات كما هو مطلوب. بعد الفقرة سنقرأ ثم بعد ذلك سنأتي بالتعليقات. على الرغم كون النيترات من أهم الأسمدة، إلا أن الإسراف في استخدامها يحدث كثيرا من الأضرار، فهو يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والسطحية والخضروات بالنيترات، وحدوث ظاهرة ازدهار الطحالب والأعشاب الضارة في الممرات المائية فتغلقها، مما يستوجب العمل على إزالتها باستمرار، كما يؤدي إلى إصابة الأطفال بمرض زرقة العيون، وتتفاعل النيترات مع هيموغلوبين الدم مكونة مركبا معقدا يسبب الإنسان ضعفا شديدا في نقل الأكسجين للدم، بالإضافة إلى تكون مركبات النيتروزامين التي تسبب أمراضا سرطانية وأوراما خبيثة وارتفاعا في ضغط الدم. لذا أوصت منظمة الصحة العالمية بألا تزيد نسبة النيترات في مياه الشرب على 10 أجزاء في المليون. أقرأ الفقرة ثم طبق، سجل تعليقاتك وطبق خصائص القراءة المتعمقة، الخطوات استطلع ثم اسأل ثم اقرأ ثم اجب ثم راجع، وهنا سنأتي في ما بعدها بما هو مطلوب. الفكرة الرئيسة، ما هي الفكرة الرئيسية لهذا الموضوع أو لهذه الفكرة؟ طبعا أنت تنظر إلى الفكرة الرئيسية ثم تصيغ هذه الفكرة إلى سؤال ثم تضع إجابة. اقرأ مرة أخرى بتركيز لهذه الفقرة، ما هي الفكرة الرئيسية التي هنا ذكرت في هذه الفقرة؟ ما الفكرة الرئيسية؟ بعد قراءتك وتمعنك بتركيز ستعرف الفكرة الرئيسية. جميل، نقول الفكرة الرئيسية هي الأضرار التي يحدثها الإسراف في استخدام النيترات، الحديث كله عن استخدام النيترات. السؤال، وأنت تصيغ الآن الفكرة الرئيسية إلى سؤال، يعني الفكرة الرئيسية هي التي تجيب فيها عن السؤال وتقول هنا ما الأضرار، ما الأضرار الناتجة عن الإسراف في استخدام النيترات؟ الإجابة طبعا أنت تقرأ وتجيب من ذاكرتك ثم تدون، بعد ذلك تتأكد هل هي إجابة صحيحة أم ليست صحيحة، ولا أنا بأنك الآن وضعت الفكرة ثم سؤالا أنت تجيب، تقرأ أجب عن ذلك عن الفقرة والإجابة ما ذكر في الفقرة أيضا، وتلخصه، تلخص ذلك، يؤدي إلى تلوث المياه. هنا ما الأضرار الناتجة عن الإسراف في استخدام النيترات؟ هذا هو السؤال الذي هو الفكرة الرئيسة. الإجابة يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والسطحية والخضروات، حدوث ظاهرة ازدهار الطحالب والأعشاب الضارة في الممرات المائية فتغلقها، كما يؤدي إلى إصابة الأطفال بمرض زرقة العيون. أنت تلخص ما ذكر في هذه الفقرة. جميل. أربعة، هنا أكتب مع من بجواري إلى من لم يتعرف على طريقة القراءة المتعمقة. أحد زملائك مثلا لم يعرف بالتفصيل طريقة القراءة المتعمقة وسألك عنها، ماذا تكتب له وماذا تقول له، كيف تفهمه ذلك؟ هنا أصفها له وأخبره بفوائدها مع مراعاة الصحة النحوية وسلامة الرسم الإملائي وعلامة الترقيم. أكتب أنت لزميلك موضوعا سألك عن، أو شخص آخر خارج المدرسة مثلا سألك عن طريقة القراءة المتعمقة ورأى هذا الموضوع وأردت أن تفيد، تقول والله هي طريقة القراءة المتعمقة، ما الذي فهمته من هذه الطريقة وكيف تصف هذه الطريقة؟ هنا هذا هو الهدف، هنا عن من لم يتعرف على طريقة القراءة المتعمقة. اكتب لزميلك أو لأي شخص آخر يريد أن يعرف طريقة القراءة المتعمقة كما فهمتها أنت، كما فهمتها أنت، ما هي الخطوات، ما هي، كيف يفعل، وما الذي يفيد تفيده هذه الطريقة إلى آخره، وأنت تذكر ذلك. على سبيل المثال نقول هي الطريقة، هذه القراءة تهدف إلى فهم النص واستيعاب محتواه والتعرف على السياقات والترابطات المعنوية على القارئ أن يقرأ النص فقرة فقرة، وهذا هو الهدف أيضا، القراءة بتركيز، لأنك أنت تضع فكرة رئيسة ثم تضع سؤال ثم تقرأ بتركيز حتى تعرف هل هي صحيحة الفكرة أم لا. ويحدد هذه النقاط التي هي الأفكار الرئيسة والتعريف والكلمات الجوهرية والمحورية، كلمات غير معروفة وغير المفهومة يبحث عنها طبعا في المعجم مقصود به في الفقرة أو في أي نص، والجمل والتراكيب غير واضحة والمعقدة، هذا هو الهدف من القراءة. وهي خمس خطوات التي تطبق، خمس خطوات التي تطبق التي هي استطلع ثم أسأل ثم أقرأ ثم أجب ثم راجع ثم أجب ثم راجع.
أهمية هذا السؤال أزيل ما أجبت أنا، ضع لك أنت إجابة، أكتب إجابة. لاحظ، اقرأ سؤال بتمعن، من مطلوب هذا الهدف؟ أكتب مع من بجواري، زميلك. إلى من لم يتعرف، طبعا أنت وزميلك، تكتب أنت وزميلك أيضا وبعض مجموعة، أو تكتب لوحدك. إلى تكتب لمن؟ إلى من لم يتعرف، يعني شخص والله لا يعرف هذه الطريقة، طريقة ترى أنها مفيدة أيضا جدا لكنه لا يعرفها، كيف تكتب لها؟ كيف تفيده؟ والدك مثلا، أخوك الأكبر لم يعرف أيضا هذه الطريقة، أحد أقاربك إلى آخره. هنا لما يتعرف على طريقة القراءة المتعمقة أصفها له، هنا فهمك، وهذا هو الهدف. كيف فهمت هذه الطريقة؟ كيف تعبر عن طريقة القراءة المتعمقة؟ ما هي أهم الخطوات التي تذكرها؟ ماذا فهمت أصلا من هذه الطريقة؟ هذا هو المغزى، ماذا فهمت من هذه الطريقة؟ هل استفدت من هذه الطريقة؟ هل استخدمتها مثلا أيضا في قراءاتك، في مذاكراتك؟ بعد ذلك أخبره بفوائدها مع مراعاة الصحة النحوية وسلامة الرسم الإملائي وعلامة الترقيم. أكتب لزميلك، أو أكتب لأي شخص لا يعرف هذه الطريقة، تصفها، بماذا تبدأ؟ وتعرف أنت كم خطوة هي كم؟ 5. حسنت، تستبدأ بماذا؟ أي فقرة من الفقرات أن تطبق فيها طريقة القراءة المتعمقة. شخص يقرأ دائما بعنوان القراءة المتعمقة وسألك مثلا ماذا تكتب له، وسألك ما هي طريقة القراءة المتعمقة، كيف تصفها، كيف تصف هذه الطريقة؟ هذا هو الهدف. إن أنت وصفتها بمعنى أنك قد فهمت، هي 5 خطوات. حسنت، تبدأ بماذا؟ بطريقة القراءة المتعمقة، استطلع. ثم بعد ذلك أسأل، استطلع بمعنى أنه يحدد الفكرة الرئيسة، تضع خطا تحت الجملة المفتاحية التي تؤدي الفكرة الرئيسة. بعد ذلك أسأل، تحول الفكرة الرئيسة إلى ماذا؟ جميل، إلى سؤال. طيب، بعد أن تحول الفكرة الرئيسة إلى سؤال، ما الخطوة التي بعدها؟ أنت تقرأ الآن، لأنك وضعت سؤالا فلا بد من أن تقرأ حتى تبحث عن إجابة لهذا السؤال. طيب، أيضا قالوا أثناء القراءة أنت تفهم الفكرة أكثر. في البداية قد لا تكون يعني فهمت الفكرة فهما جيدا، لكن مع قراءة بتركيز تفهم الفكرة، بالتالي تعدل السؤال. حسنت، معنى أنني ركزت في الموضوع وقرأته بتمعن أكثر. تعدل السؤال، ثم بعد ذلك تبحث عليه، وأنت تقرأ تبحث عن الإجابة. عند البحث عن الإجابة تدون، أو في المرحلة التي بعدها تأتي من ذاكرتك، تأتي بالإجابة من ذاكرتك. جميل، بعد ذلك تغلق الكتاب بعد أن تجيب، تأتي من ذاكرتك ثم تراجع، تفتح الكتاب ثم تراجع وتنظر هل أنت أجبت إجابة وافية شافية. جميل، تكتبها بأي طريقة، ونحن قلنا زملائك كتبوا أن هذه هي الطريقة التي تهدف، يعني هي الطريقة التي تهدف إلى فهم النص واستيعاب محتواه. هذه هي تهدف إلى فهم النص واستيعاب، بمعنى أن كيف هي طريقة القراءة المتعمقة، أستطيع من خلالها أن أفهم النص فهما كاملا، أن أستوعب كل محتواه ونعرف كل شيء، إضافة إلى بعض الكلمات التي تريد البحث تبحث عنها في المعاجم حتى يفهم النص فهما كاملا. هنا طريقة القراءة فكرة رئيسة، والإجابة والبحث عن ذلك. إذن هذه هي أهم، لأنها مهمة جدا في طريقة القراءة المتعمقة، وحتى تفهم هذه الطريقة التي هي فيها 5 خطوات، التي هي أستطلع، ثم أسأل، ثم أقرأ، ثم أجيب، ثم أراجع. هي 5 خطوات مهمة. في النهاية سيكون هناك ملخص عبارة عن سؤال زائد جواب. معنى أنك قد استوعبت الموضوع استيعابا كاملا، وهذا هو الهدف من طريقة القراءة المتعمقة، أن تعرف ما يذكر، انك ان فهمت او عرفت فكره الرئيسه، ثم صغت هذه الفكره الى سؤال، ثم اجبت عن هذا السؤال، مع انك فهمت الموضوع فهما تاما. يتبقى انك قد تجيب من ذاكرتك، مع ان ايضا هنا يعتمد على الحفظ والفهم ايضا، مع ذلك ان تعود هل عرفت كل ما اجبت
وأجبته بصورة صحيحة أم لم أجيب عن ذلك بصورة صحيحة، فأنا أنظر إلى ذلك للتأكد فقط من ذلك. في النهاية أنا بعد أن أكتب سؤال وجواب هنا يكون ملخص يفيدك أيضا في المراجعات الأخرى، يفيدك المراجعات الأخرى. هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس، هي استراتيجية القراءة المتعمقة الجزء الأول منه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.